من قلبي كذا، تبغى تربي أولادك تمتع، روح لهم مبسوط، أقسم بالله بتربيهم أحلى تربية. إن جيتهم منفس والله ما أنت بيهم شيء، ما تقدر تقول لي ما أقدر أجي مبسوط. أقول لك يا أخي اهدى برا، ليش عندك عادة أنك تنزل من السيارة مباشرة؟ اقرأ صفحة من القرآن وانت في السيارة، امشي وانت في السيارة، اهدى من السيارة. الناس لو قلت لي ما أقدر، الشخص اللي يقول ما أقدر أقول لك كلمتين، لو جاك فلان اللي أنت تحترمه وتقدره وعندك معاه مصلحة وانتوا زعلان كذا، قول هلا والله ومرحبا ومسا يقهو، ما تسوي كذا؟ طب ولدك ما يستاهل؟ عيالك هل ما يستاهل اني كما تحترم هالشخص ده اللي انت قاعد تكلمه، ليش ما ارفع السماعه لودي اقول له يا حبيب قلبي يا بعد عمري فاضي الساعه 5 اكلمك؟ ليش ما اكلم ولدي بتمتع؟ يعني ليش اعطي التمتع للناس واخليها ليش لناس؟ تخيلت معي؟ تمتعها بتربي احلى شيء.